طيب معايا عبر الهاتف الان كابتننا الكبير كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيمي المحترم. كابتن جهاد مشرف ومنور. صباح الخير كريم عليك وعلى كل مشاهدينك. اول سؤال كده على طول، حضرتك خالص موجود مع كلاتنبرج في لجنه الحكام الجديده ولا مش موجود؟ لا خالص، مش موجود أنا خالص. انا مازلت محلل وموجود لغايه الان محلل. بس ما حدش اتكلم معاك خالص؟ لا خالص. اصل انا دايما اعرف ان اسمك مرشح طول الوقت، فما اعرفش الترشيحات دي بتيجي منين، هل ترشيحات بناء على تليفونات بينكم ولا ما فيش الكلام ده؟ لا خالص. طيب نبدا بمباراه النهارده. مباراه الزمالك والاسماعيلي، كان في حاله ابرز يمكن هي حاله ضربه الجزاء، كنت شفتها ضربه جزاء ولا لا يا فندم؟ بص يا كابتن، الكره من ركله ركنيه مسافه بعيده، وبالتالي الكره وصلت للاعب النادي الاسماعيلي عمل الريسك بخروج ايده خارج جسمه، فكبرت الجسم، فلمسه واضحه، واحتسب الحكم اللي كان موجود في موقف ممتاز وزاوية رؤيه واضحه محمد عادل، وبالتالي ركله جزاء صحيحه، والفار رجع يعني اكد عليها، وقرار سليم من الحكم وقرار سليم من الفار ومراجعه سليمه وركله جزاء سليمه من الزمالك. فهي ركله جزاء. هل كان في اي حالات مثيره للجدل في هذه المباراه اخرى يا كابتن ولا الامور كانت؟ كانت في حاله ثانيه مع باهر محمدي في الدقيقه 83، وكان في مطالبه للنادي الاسماعيلي بركله جزاء. اللعب عباره عن مكافاه عادله بين اثنين من لاعبي نادي الزمالك مع نادي الزمالك مع باهر محمدي، ما فيش فيها رفع، ما فيش فيها ماسك، ما فيش فيها خطا من لاعبي الزمالك. وبالتالي استمرار اللعبه والقرار الصحيح لحد الحكم وقرار سليم من الفار بالمراجعه ما فيش فيها خطا. النهارده كريم طاقم التحكيم محمد عادل واللي معاه اللي لازم النهارده برضو ابارك له ان تم اختياره من ضمن الحكام اللي موجوده في الشان، راح ان شاء الله معسكر الشان كاس امم افريقيا المحليين، فالنهارده ببارك له ممثل لمصر في المعسكر، وان شاء الله اللي هيمثلنا في البطوله ربنا يكرمه. فالنهارده هو معنويات مرتفعه، عمل مباراه كويسه هو وطاقم التحكيم اللي معاه، فبارك لهم بارك لهم بالاداء النهارده، عمل ماتش كويس. مباراه الاهلي والمقص امس كان في الحاله الابرز هي حاله هدف الاهلي من ضربه جزاء، راي حضرتك فيها ايه؟ يعني احنا بنتكلم يا كريم على صوره على الصوره اللي جت من الفار، الصوره اللي جت من الفار والحكم احتسب ركله جزاء، الصوره بتقول كده، الصوره بتقول ركله جزاء صحيحه. احنا ما نقدرش نغلط الحكم ولا نقدر نغلط حكم الفار الا لما يكون في عندنا الصوره واضحه بعكس القرار اللي اتاخد. يعني دايما في الفيفا يقول لك القرار بتاع الحكم احنا سبورت ليه الا اذا كان فيه صوره واضحه ان القرار ده خطا. الصوره اللي جات لنا من حكم الفار والصوره اللي جات لنا في النادي التلفزيوني بتقول ان قرار الحكم لمسه اليد موجوده، الايد متكبره الجسم، الايد خارجه بره الجسم، وبالتالي قرار سليم من حكم الملعب ومراجعه سليمه من حكم الفار، وبالتالي مجمل القرار سليم. موجود ركله جزاء للنادي الاهلي. كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيمي الكبير، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.